والله الاخوان اللي هاد الناس اللي داو الياس وهذا الشيء اللي دايرين هاد الدجاج يكون داروا الناس الربع ولا النص ديالها باش تحارب الفساد وتحارب البطاله وينقذوا الشباب من الفقر. وفهمتي نهضروا في حوايج اللي هما عامرين بحال الطب بحال التعليم، اكون زدنا شويه لقدام. ولكن حنا لا، حنا نشوفوا مع مثالين اجي نقبضوا واحد السيد شفنا اخويا غادي الصبليون كدا اجي نقبضوه هو نخوفو فيه هذاك الشيء. ما فهمتش اش لو موند الون فاش داكشي اللي خصو يتهضر عليه ما تيتهضرش عليه، وداكشي اللي ما عندوش علاقه باش يتبدل شي يهضر عليه بنفس. راه فيك النفس، والنفس ديال هذوك الناس مساكن اللي مشيت عندهم انا الزلزال مساكن ما لاقي انت باش يتغطاو، دابا عندهم الشتاء. وديروا النفس على هاد الشباب مساكن اللي طالع ما لاقي خدمه، ديروا النفس على هاد الشيء اللي طاري في السبيطارات. انا جدي مات معلم 3 ايام وهو ميت يقول لك خاصو الاكسجين. المعلم عطى الله القضايا اللي تهضر عليها، لا حنا خصنا نهضروا على هذا السب والقذف والشتم واللي بان لهم لا حول ولا قوه. وانساب بنادم واحد النهار هي مات اخويا كيبداو يتلاقاو مع داك اللي خلقكم، قسما بالله والله اخويا ما عرفتش كيبداو يتلاقاو مع داك اللي خلقكم. دابا كيجي تصحاب ليه بانه مثلا تقبض الياس بانه راه اجي تنقص مستوى التفاهه واجي يقل المخدرات. التفاهه راه تابعنا التفاهه تنشوفوها كل نهار. التفاهه راه كاينه في الزنقه، المخدرات راه كاينه في الزنقه، الله ما كاين في الزنقه. داكشي تيبقى سبحان الله راجي ما راه حفظك الله، ولا داكشي تبقى قناعه شخصيه بحال مثلا شي واحد هكا مقتنع بانه ما لا تنقص مع صحابي كلشي شي كميه اللي شي ديال العجب المعجب. ما عمرني مديت حيت انا فهمتيني بيني وبين راسي مقتنع. امي وبا قالوا لي لا، وقلت لهم لا اياه ما كاينش المشكل فهمتيني. داكشي تيبقى زعما هو زعما مثلا مشى صافي راه يمشي مع كلشي. ويلي راه عطا الله اللي تيجيرو التفاهه، وعطا الله اللي تيجيرو المسخ، وعطا الله اللي تيسب في الانترنت. الانترنت بعدا نصها كله يسبان، اللي دخلتي عندو اللايف تاعو السبان. ولكن هادوك هانيه فهمتيني. ولكن نقطه ثلاثه افضت لك اسيا اللعبه تاع بيكي. كل ما كانش داك بيكي ما غاديش يكون اصلا كلشي بيكي. ولكن لا اله الا الله حنا هكا دايرين حاسودين. شوف كاين واحد النوع في القلب جاب له مرض، مذكور في القران الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لا حول ولا قوه الا بالله. وزعما انا كبنادم زعما فات لي الدبس مع بنادم، صراعات داعيت مع بنادم، ولكن اون فوا تنشوف بانه داك الانسان غنضرو فهمتيني، ولا نضر ليه مو ولا نضر ليه با ولا حيد. علاش تنفكر انا ديما بلاصتي بلاصه داك الانسان، تنسحب هذاك الشيء اللي عندي حيد. ما تنبغيش نشوف شي واحد متضرر فهمتي اش بنقول لك. بنادم تيبقى بنادم تنفكر ديما في الوالدين الام والبيت، هما اللي مساكن تياكلوا العصا وهما اللي تيرفدوا الهم. يعني انت لما فكرتيش هذا التفكير هذا راه ما يمكنش. وكيفاش انت تطلب الرحمه وتطلب الله يسامح كل نهار الوغ كنت ما تتسامحش خوك المسلم؟ واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ كيفاش هذا لا يعقل باش داك الخالق يسمح لك وانت ما تسمحش للبشر؟ راه ما يمكنش، راه معادله غلطه هذه. واش بغيتي الله يسامح ليك؟ انت راه تتسامح للبشر بحالك، راه كاين اللي دار بيغ وتيقول لي ماشي مشكل. شي جي ما فاش تجرف الوالدين وتتجرى باش تمس بهذا ولا الرزق ديالو صافي ماشي مشكل. المسامح كاع